وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا إن لكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فطع الرضو لها، فمن أصابته نفحة من نفحات ربه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا لنعطر المكان بآيات الرحمن. القرآن الكريم معجزة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هيا بنا لنعيش مع الكتاب الأنور، والذي أنزل على النبي الأنور بصوت القارئ ابن القارئ، والعلم ابن العلم، والإذاعي ابن الإذاعي، والمجيد ابن المجيد، أنور الشحات محمد أنور، قارئ العالم الأول والمقيم بمحافظة القاهرة، فليتفضل فضيلته مشكورا ليمتعنا بمعجزة الحبيب محمد. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله عليم خبير.
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولكن أكرمكم عند الله.
رب. بس مش قاعد يلعب بس.
الله بكل شيء
الله يرحم والدك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله
بل الله يمن عليكم أنما تقوم بالإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير والله بصير بصير بما تعملون الله بصير. Yeah.
بل عجبوا إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها
وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. أفلم ينظروا السماء فوقهم كيف بنينا تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. صدق الله العظيم. ماذا نقول بعد إجادة سيدنا وشيخنا الشيخ الشحات محمد أنور لقارئ العالم الأول الشيخ أنور وهو يقرأ أمامه الحجرات وقاف ويقول له أحسنت؟ فإذا كانت الجامعة الكبيرة الشيخ الشحات محمد أنور يقول لقارئ العالم الأول أجد، فماذا نقول نحن المستمعين؟ جامعة أخرجت لنا جامعات للقرآن الكريم. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، لقد عشنا واستمعنا واستمتعنا بخير الحديث وطيب الكلم. القرآن الكريم آيات الله البينات والتي تلاها علينا قارئ العالم الأول فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور، علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ العالم الأول والمقيم بمحافظة القاهرة، وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا الدولية المتنقلة عبر المحافظات من تقرن الإذاعات الخارجية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركز هدية بمحافظة الشرقية، مخازن الفراشة الخضراء وقصر ضياف الذي كمل وجمل بمعرفة فراشة الحاج محمود الفلاح وأولاده والمقيم بكفر أبو حسين بجوار مطحن أبو شعبان بمدينة الزقازيق، خدمة الضيافة المميزة المتر عبد الحميد ميدو والمقيم ببنيوس، خدمة النت العالمية عبر العالم فهو لعاشق آل الشحات عمرو سقف، أسرة الفقيد الراحل يتقدمون بخالص الشكر إلى كل من أدى ليؤدي واجب العزاء، وإلى معالي المستشار أحمد دياب، وإلى الوالد الكريم العمدة الحاج أحمد السيسي، وإلى سيادة النائب الدكتور محمد الصلحي، وإلى
المربي الفاضل الأستاذ السيد نحنة المدير العام بالتربية والتعليم، وإلى صاحب الخلق الرفيع سيادة اللواء علاء بيك الزغبي، وإلى صاحب الخلق الرفيع سيادة المهندس لطفي فرحات وكيل مديرية الطرق بالشرقية، والذي أتى ليؤدي واجب العزاء إلى أسرة الفقيد الراحل. كما يفوتني لا يفوتني أيضا أن أتقدم بخالص الشكر إلى المتواجد بيننا دائما الحاج عبد الحليم السقا المتواجد منذ بداية العزاء، وإلى العمدة الحاج عبد الله الدرندلي والعمدة الحاج محمد غانم، وإلى الوالد الكريم الحاج مختار أبو سمرة والعمدة الحاج عبد الفتاح عبد الباري، وإلى الحاج عسوي أبو خلف المنظم الأول لهذه الليلة القرآنية، وإلى الأستاذ عصام علي، وإلى الحاج سعيد قبيل، وإلى سيادة العميد فاروق عوض، وإلى صاحب الخلق الرفيع وصاحب الأدب الأستاذ عمرو التونسي، وإلى آل الطوخ الأعلام العمدة الحاج فكري الطوخي والحاج عاطف الطوخي، وإلى الحاج إبراهيم عبد المعطي والحاج وحيد الخضري والحاج عادل نصير، وإلى الحاج جمال نصير والأستاذ عمرو نصير، وإلى الحاج محمود بط، وإلى الحاج عبد الحميد فايد، وإلى الحاج مصطفى الغرباوي، وإلى العمدة الحاج حمادة يسر عمدة هذه القرية، وإلى الحاج عسوي أبو خلف الحاج مصطفى الغرباوي، وإلى الحاج محمد الظني، وإلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء أشرف زوج الشاطر، وإلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء إلى آل خاطر جميعا من محافظات جمهورية مصر العربية الذين أتوا ليؤدوا واجب العزاء. كما لا يفوتني أيضا أن أتقدم بخالص الشكر إلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء، سيادة النائب الخلوق الدكتور محمد الصلحي، وإلى الأخ العزيز حمادة شكري، سيادة العميد فاروق عوض. أيها السادة، شكر الله سعيكم جميعا باسم آل خاطر جميعا، يشكرون كل من وضعت قدماه ليؤدي واجب العزاء إلى آل خاطر جميعا من جميع محافظات جمهورية مصر العربية.